الله وكيلك رح تلاقيني حولك وحواليك، كيف ما قدرت وكيف ما تلفتت رح اطلع لك. روح انت روح انا لاحق. يلا يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. امي بكره من جوزك اخت سعاد، وما بتكون الا انت رايق وبتأرجي ابوك انك انت كثير صاحب مسؤوليه. لك يا امو، ابي لو عنده 10 اولاد غيري بيجوزني وما بيجوزني. لا تكره اخوك، اخوك ما بيعرف. ليش انت بتعرفي يا امو؟ ايه بعرف، وحكيت انا وابوك مشانك ومشان سعاد، بس ابوك ما رضي، قال بده رجال يأمن على بنت اخوه معه. ايوه يا ريتك ما قلتي لي، يا ريتك ما قلتي لي. يا ربي دخيلك، لك شو اعمل بين اولادي، لك شو اعمل يا ربي دخيلك يا رب يا رب. يا فتاح علي يا رزاق يا كريم، صباح الخير. اهلين اخي، صباح النور. يا الله اخي، نصيحه مني، اول ما يصح لك تتجوز جوز، لانه طلع الجواز شغله بتطير العالم. ايه الله يهنيك اخي. بعدين خالد نحن بيتنا كبير، يعني مو حلوه تنام وانت عنام بالبيت. لا اخي لا، مرتك لساتها عروس جديده، قلت لحالي ما بدي اقعد بالبيت وتنحرج مني، خليها فتره لحتى اتعود على جونا. على الله. لا خالد، كانه في ريحه بالمحل. عم تشرب شي هون؟ جنيت انت؟ عمي ليكو لحقني على الطريق. لا حول ولا قوة الا بالله. هي آخر مرة بدي شوفك عم تبكي فيها. ها خلصنا. يا عم خالد، سمعتي يا خانو؟ ابنك المحروس والمدلل محول المحل لخمارة. يعني محمود مو معقول الخناق والمشاكل بهالبيت. دخلك عمي راء وهدي؟ الله وكيلك اكل هم عمك ليصير معه الفالج من ورا راس خالد. صار لنا شهر ونص متجوزين وكل يوم بسمع قصه جديده عن خالد، والله ما كان مبين عليه هيك انه يعني انه تبع نسوان وخمر وشغلات ما بتسوى. سعاد برضاي عليك يا الشي اللي عم بيصير بالبيت ما بيطلع لبرا، حتى لبيت اهلك ما لازم يوصل. لا يا محمود، شو هالحكي؟ اهلك اهلي وسركن سري واخوك مثل اخي. الله يرضى عليك. اليوم سمعتك عم تحكي مع امي انه مشتهية على طاية. ان شاء الله وانا راجع من شغلي بجيب لك ماي. خلي لي اياك وما يحرمني منك يا محمود. ما يحرمني منك. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا الله يا الله. خالد انا لحالي بالبيت. ليش وين امي واخي؟ امك راحت مشوار لعند اختك وهلا بترجع واخوك راح مشوار كمان. شو بك عم طلع فيني فات على اوضتي؟ انت سكران لما صاحي؟ ايوه هلا فهمت اللعبه كلها. هدول قالوا لك عني انه انا سكرجي، من شان هيك اخذتي لمحمود. ما حدا قال لي شيء، ما حدا اصلا اخذ رايي بشيء. ما شفت حالي الا مرته لمحمود ومن تم ساكت. بس بعد اللي شفته واللي عرفته صرت اقول الحمد لله اللي طلعت من نصيب محمود ومو من نصيبك. ايه شو عليه؟ بس انا يا سؤال انت شو يا خالد؟
انت شو يا اخي؟ خالد والله خلصي وليك حسابك معي بس ارجع فوتي على غرفتك يلا يا بي انا قلقان كثير على محمود قال لك شيء قبل ما يطلع البستان شو كان بده يقول لي والله ما بعرف خليني الحقه يا بي انت امبارح كنت بالبستان خليه يكمل نهاره اليوم يا ابو خالد يا ابو خالد خير شو في قوم شوف شو في ليش عم يصرخوا لنا ان شاء الله خير